هل ستقدر ميلك شيك واحد أم مئة؟ عندما يتعلق الأمر بأشيائنا المفضلة فإننا نردد كلما كان أكبر كان أفضل. لهذا السبب قررنا إجراء تحدي المئة طبقة. يا إلهي، لماذا استغرقت أمي كل هذا الوقت؟ سنفوت الفيلم. أمي، 5 دقائق أخرى، لا تقلق. هذا ما قلته قبل 15 دقيقة. تقبل الحقيقة يا جاستن، فانتظار انتهاء أمي يشبه انتظار الخبز في الفرن. بعبارة أخرى، ستنتظر إلى الأبد. حسناً، أعتقد أننا سنبقى في المنزل ونطلب البيتزا. نعم، سنفوت الفيلم بالتأكيد. نعم حبيبي، سأنتقم منك بتحدي 100 طبقة لأننا فوتنا الفيلم بسببك. يا إلهي، لقد انتهيت من تسريح شعري للتو. لهذا التحدي سيتم رش شعر أمي 100 طبقة من مثبت الشعر. لنرحب بالطبقة الأولى. انظر إلى الطبقات، إنها تصبح أسمك فأسمك. حسناً أمي، ما هو شعورك عندما تضطرين للانتظار مكتوفة اليدين؟ حسناً، أنت على وشك الانتهاء. واو، يبدو شعرها متصلباً. هل تعتقد أن هناك مثبت كاف في العبوة؟ يا للأسف، شعرها يبدو رائعاً اليوم. وأوشكنا على الوصول للطبقة 100. مع كل هذه الطبقات ستحتاجين بالتأكيد إلى تجفيف سريع لشعرك. انتهينا أخيراً. واو، تبدين كما لو أنك أدخلت إصبعك في قابس كهربائي. أترين، أخبرتك. وهل تتوقع مني الذهاب للسينما هكذا؟ أو نعم، يجب أن تستعرضي تسريحتك الجديدة، لكن ليس قبل صورة سريعة على الإنستغرام. مستحيل، يجب أن أخرج من هنا. أوف، باب ضيق غبي، سأتسلل بهذه الطريقة. حسناً، حان وقت الاستحمام ووضع قناع الوجه. النفد؟ هيا، لم تبقى أي قطرة؟ مرحباً أمي، أنا على وشك إزالة قناعي. لماذا تنظرين إلي هكذا؟ لا يهم، أعرف الطريقة المثالية لتلقينه درساً بعدم لمس أغراضي. هل المكان آمن؟ أنا على وشك خداع جاستن للاعتقاد بأن كريم التسمير هو كريم الترطيب. مجرد تبديل سريع للاسم وانتهينا، وننتظر الآن حدوث السحر. لكن يجب أن أغادر موقع الجريمة. حسناً، لنرى، قد تحتاج بشرتي بعض الكريم. أو نعم، شعور رائع. انتبه، لن أضع الكثير منه لو كنت مكانك. حان وقت تحدي 100 طبقة. أعتقد أن جاستن كان سيغير رأيه لو علم أنه كريم تسمير وليس ترطيب. يا إلهي، سيصعب التعرف عليه بعد هذا التحدي. أوف، كل هذا الفرك أصبح متعباً. انتبه من دخول الكريم في عينيك يا صاح. هل من الآمن وضع كل هذه الطبقات من هذا الكريم؟ أعتقد أننا سنعرف الإجابة عما قريب. حسناً، أوشكنا على الانتهاء، لكن بقيت حوالي 20 طبقة. حسناً، أعتقد أننا على وشك الانتهاء. سأغسل يدي جيداً لو كنت مكانك. لقد حظيت بنوم جيد. ربما كانت هناك مشكلة في قناع الوجه. كريم تسمير؟ حسناً، يبدو أن أحدهم سيغيب عن العمل اليوم بسبب المرض. واو، تبدو رائعين لحفلة تنكر الليلة، وجاستن يشعر بالقوة بكل تأكيد. نعم، أعتقد أن هذه الكعكة تبدو رائعة. بقي شيء واحد فقط. هل تعتقد أنه اللون المناسب؟ ستستغرق وقتاً طويلاً. لدي طريقة لجعل هذا الزي يبدو أكثر تشويقاً. شويباكا، بربك، أقدم لك تحدي 100 طبقة. مع كل توصيلات شعري هذه، لا، كنت أعلم أن الليلة ستكون رائعة، وكنت على وشك الانتهاء. لا شيء سأخسره. التوصيلة رقم 1 آنساتي سادتي، لأثبت هذا الشيء وأنتهي من التحدي. لم يذكر جاستن أي شيء حول استخدام نفس اللون، صحيح؟ لو كان شعر توباكا كشعر أمي لاحتاج للكثير من الوقت للاستعداد كل صباح. واو، شاهد كل هذه الألوان الرائعة. أهذا شعوري وحدي أم أن هذه التوصيلات بدأت تبدو شيقة؟ اصبري أمي، أنت على وشك الانتهاء. أوف، بدأت يدي تتعب ولا يوجد مكان لوضع هذه الأشياء. حسناً، لم يتبقى الكثير على أي حال. لم أعلم أن لدي كل هذا العدد من التوصيلات وبأشكال مختلفة.
نعم، لم يعد لدي مكان لوضعها يا عالم. واو، شاهد هذا الرأس المليء بتوصيلات، لا يصدق. حسناً جاستن، لقد أكملت التحدي وأخرجت تشوباكا الذي بداخلي. لقد فعلتيها. تحتاجين لشيء واحد فقط، هو عشاق حرب النجوم وسيوفه الضوئية. لنذهب للحفلة الآن. مرحبا جاستن، كيف كان الجري؟ أنا أجلس هنا وأكل الكوكيز، إنها لذيذة. مذاق عصيري الأخضر لذيذ مثلها نوعا ما. واو، لا أعتقد أن الأوريو بدا شهيا مثل الآن. أريد واحدة. لا، أنت ملتزم بحمية، أتذكر؟ أوف، لا تذكريني. حسناً، أعتقد أني سأجلس هنا وأحدق بها. غيرت رأيي، لا أحد هنا، سأخذ واحدة فقط. يا لك من لذيذة، لقد اشتقت لك. حسناً، سأتصل بك لاحقاً. هل أخذت قطعة من الكوكيز؟ نعم، هذه ابتسامة كوكيز بكل تأكيد. إذن ما رأيك بأكل 100 منها؟ واو، هذا عدد كبير. هل أنت متأكد أنه بإمكانك فعلها يا جاستن؟ لحظة، ما الذي ستفعله مع الكريمة؟ أو أنت تعلم أنها أفضل جزء، صحيح؟ حسناً، يخبرني حدسي أن هناك خطة وراء ذلك. نعم، يبدو أن جاستن يحضر شطيرة عملاقة بقيمة الأوريو. انظر إليه، لم أره بمثل هذا التركيز أبداً. أين تعلمت كيفية تقطيع وحشو هذه الكوكيز؟ انظر إلى مدى سعادته. استمر، أنت على وشك الانتهاء. تأكد من أنها لن تسقط. سيداتي سادتي، انظروا، أطول أوريو في العالم. وأخيراً قطعة البسكويت. نعم، أنا فخورة بك. لحظة، أنت تعلم أنه يجب عليك أكلها، صحيح؟ كيف يمكنني إدخالها في فمي؟ يخبرني حدسي أنني سأستمتع بالمحاولة. يا إلهي، إنها لذيذة. هل تود مشاركتها معي؟ القليل فقط، هيا. أوه، يبدو أنه يوم الاستجمام في منزل آمي، واليوم سنعتني باليدين بشمع البارافين. مرحبا آمي، ما الذي تفعلينه؟ ما هذا الشيء تحت عينيك ويديك؟ ما ذلك الشيء؟ غريب، يبدو إصبعي كشمعة. لقد أفسدت استجمامي. حسناً، إن كنت ستقف هناك فيمكنك القيام بتحدي 100 طبقة. نلت منك، لكن إصبعي لن يكون نفسه بعد التحدي. من الأفضل أن تبدأ بينما لا يزال الشمع دافئاً. يا إلهي، كنت سألعب كرة السلة، لكن أعتقد أنه أصبح يوم الاستجمام. سنبدأ بهذا الكريم هنا. من الأفضل لي إنهاء هذا التحدي. ملمسه دافئ بطريقة غريبة، ثم أضع يدي في الثلج. هذا التغير في الحرارة أصاب يدي بالدوار. قمت ببضع طبقات فقط ويدي تبدو غريبة بالفعل. وأنت بعيد عن النهاية يا صاح. رغم أنه غريب، إلا أنه مريح نوعا ما، إن كنت تحب هذه الأشياء. يا إلهي، كم مرة تبقى؟ لقد أضعت العد. حسناً، لابد أنك تقترب من 100، صحيح؟ واو، هل هذه يدك؟ لم أعد أميزها. حسناً، لقد اقتربت من الطبقات الأخيرة، لم يعد بإمكاني إدخال يدي في الوعاء، كما لو أن وزنها 1000 كيلو. يمكنني استعادة منتجعي الآن؟ أزل هذا الشيء، هذه جواهري. كلا، إنها جزء مني الآن. أرجوك دعيني أحتفظ بها. أعدها لي. أوف، كان ذلك صعباً. هل ستقبل تحدي 100 طبقة؟ شاهد لقطات ما وراء الكواليس لترى كيف حاولنا القيام بهذه الحيلة. وتأكد من مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك والاشتراك في قناة 123 Go Challenge بالعربي على اليوتيوب لتشاهد المزيد من التحديات الرائعة.